أحييكم مشاهدينا أينما كنتم، جولة الصحافة من اليوم، أهلا بكم. أكدت الصحف الصادرة اليوم بأن قوات النظام وحليفتها الروسية تعيشان وضعا معقدا في الجنوب في ظل وجود أطراف مجهولة تتربص بخطوات عناصرهما لتوقع أكبر خسائر ممكنة في صفوفهما. ورغم أن بعض الأصابع تشير إلى إسرائيل، إلا أن هناك من يرى أن إيران الطرف الأكثر استفادة من إحلال الفوضى في المنطقة. بدايتنا من العرب اللندنية والتي تساءلت هل تقف إيران خلف حرب العصابات في الجنوب السوري، حيث تواجه القوات الحكومية والروسية حرب عصابات في الجنوب السوري من قبل عناصر مجهولة، وسط تساؤلات عن الجهة التي يمكن أن تقف خلفها، هل هي إسرائيل أم إيران؟ خاصة وأن الأخيرة تواجه حملة روسية لإبعادها عن المنطقة في إطار تكريس التفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. وقتل 6 عناصر من الجيش السوري الأربعاء في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في محافظة درعا جنوبية سوريا. ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من استهداف دورية للشرطة العسكرية الروسية شرقي المحافظة. وأوردت وكالة الأنباء السورية رسمية سانة في خبر عاجل، إرهابيون يستهدفون سيارة عسكرية عن طريق البادودة شمال غرب مدينة درعا، متحدثة عن معلومات أولية تشير إلى شهداء وجرحى. الشرق الأوسط عنونت قتلى من قوات ماهر الأسد بعد استهداف دورية روسية، حيث قتل 6 عناصر من الفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري السوري بقيادة اللواء ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم في محافظة درعا جنوبي البلاد، وذلك بعد أيام من استهداف دورية روسية في المنطقة نفسها. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بحسب الصحيفة بأن عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقل عناصر من الفرقة الرابعة، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى منهم وإصابة 15 آخرين بجروح، بعدما كان المرصد قد أفاد سابقا بمقتل 4 عناصر. ولم يتمكن المرصد من تحديد الجهة المسؤولة، لكنه أشار إلى أن قوات النظام تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات، إن كان بالعبوات الناسفة أو بإطلاق نار في محافظة درعا، لكنها لا تسفر عادة عن سقوط ضحايا. القدس العربي قالت مقتل ضابط وخمسة جنود من قوات النظام السوري بتفجيرين في درعا، حيث قتل 5 جنود وضابط من قوات النظام السوري ومدنيان الأربعاء جراء تفجيرين منفصلين في مدينة درعا جنوبية سوريا. وأفادت مصادر محلية إن حافلة كانت تقل عناصر من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار الأسد انفجرت بفعل عبوة ناسفة على طريق ضاحية درعا جنوبي المدينة. وذكرت المصادر ذاتها إن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 5 جنود على الأقل وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى درعا الوطني وبينهم حالات حرجة. وأفادت مصادر أخرى إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة ضابط لدى خروجه من موقع عسكري قرب بلدة جلين بريف درعا الغربية. صحيفة الحياة نقلت عن لافروف القول بأن واشنطن تسعى لجعل النصرة طرفا في التسوية السورية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إخراج جبهة النصرة من قائمة التنظيمات الإرهابية وجعلها طرفا في المحادثات حول الأزمة السورية. وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيغواري مارسيل أمون تانو إن واشنطن تريد الحفاظ على جبهة النصرة وتحاول جعل
جعلها طرفا في التسوية، مشيرا إلى أن ذلك يمكن وصفه بالقنبلة الموقوتة. ودعا لافروف الدول الغربية وواشنطن إلى عدم اختلاق ذرائع لا أساس لها لعرقلة عودة اللاجئين إلى بيوتهم في سوريا، بل العمل على عودتهم وتوفير الظروف المواتية لذلك. والآن إلى الشأن العراقي. عراقيا وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ هجوم أربيل يزيد من التوتر بين واشنطن وأنقرة، حيث قالت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة الشرق الأوسط إن مقتل نائب القنصل التركي بإطلاق نار في أربيل في كردستان العراق أمس سيزيد من التوتر بين أمريكا وتركيا قبل انعقاد اجتماعات بين البلدين في أنقرة لبحث إقامة منطقة آمنة شرقية سوريا. وصرح مصدر في شرطة أربيل إن نائب القنصل التركي قتل رفقة شخصين آخرين في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية عندما كانوا موجودين في أحد مطاعم أربيل، لافتا إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار. وأكدت وكالة الأناضول التركية إن المهاجم كان وحيدا مرتديا لباسا مدنيا ويحمل مسدسين، وأطلق النار مباشرة على موظفي القنصلية التركية. أما القدس العربي فعنونت مسؤول محلي في الأنبار يقول بأن عملية إرادة النصر لا تأثير لها على خطط وتحركات تنظيم داعش، حيث أنه في وقت حزم فيه قادة عسكريون في العراق جزم بأن عملية إرادة النصر التي هدفت لملاحقة عناصر وتجمعات تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء العراقية التي تربط محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وصولا إلى الحدود العراقية السورية حققت أهدافا عديدة. وجه عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش الكربولي انتقادات لهذه العملية، وقال لصحيفة القدس العربي بأنها هذه ليست الأولى التي تطلق فيها القوات العسكرية عملية موسعة في صحراء المناطق الغربية في الأنبار، فقد سبقها عمليات مماثلة لتتبع فلول تنظيم داعش على الحدود مع سوريا، إلا أنها لم تقضي على خلايا وبؤر التنظيم المسلحة. وأكد أن هذه العملية لا تأثير لها على خطط وتحركات التنظيم، حتى وإن حققت بعض النجاحات الأمنية فهذا انتصار عسكري شكلي. والآن إلى الشأن الإيراني. إيرانيا قالت العرب اللندنية بأن الرهائن يظلون بيادق إيران في لعبة الشطرنج الدولية، حيث يمثل سجن أبوين سيء السمعة الواقعة في شمال طهران كابوسا للسفارات الغربية، إذ يسجن فيها الإيرانيون من مزدوجي الجنسية ويحتجزون كوسيلة ضغط في لعبة دبلوماسية بلا رحمة في أغلب الأحيان. وفي هذا السجن تقبع قريبا عادل خواه منذ مطلع يونيو لتهم لم تكشف بعد، فيما يقبع عدد كبير من الإيرانيين مزدوجي الجنسية حاليا في السجون في إيران التي لا تعترف بالجنسية الثانية. وجاء توقيف عالمة الإنثرولوجيا البارزة قبيل زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طهران لمناقشة إنقاذ الاتفاق النووي الذي وقع في عام 2015 وأضعف بانسحاب الولايات المتحدة منه في مايو عام 2018. أما الشرق الأوسط فقالت إيران تعلن ضم 3 طائرات مسيرة هجومية، حيث ذكرت وكالة الأنباء الألمانية إن قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوات البرية للجيش الإيراني العميد شهرام حسن نجاد أعلن أمس الأربعاء عن انضمام 3 طائرات مسيرة هجومية من طراز مهاجر 6 لهذه القوة. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن العميد حسن نجاد قوله إن انضمام الطائرات المسيرة
الهجومية. مهاجر 6 جاء لتعزيز منظومة الطائرات المسيرة في المناطق الحدودية، وكذلك تغيير نهج القوة البرية للجيش من العمليات الدفاعية إلى الهجومية، وذلك بحسب ما قال. وأكد أن تدمير الأهداف المحددة مسبقا بعد من ضمن مهمات الطائرة المسيرة مهاجر 6، مشيرا إلى أن من ميزات هذه الطائرة المسيرة المدى الكبير للتحليق وسقف التحليق الملحوظ ومواصلة الطيران فترة طويلة، وقدرة حمل قذائف ذات دقة عالية جدا ليلا ونهارا، وقدرة التحمل في الظروف المناخية المختلفة، والاستخدام السهل في المواقع الجغرافية المختلفة. والآن إلى الشأن العالمي. عالميا، وفي صحيفة العربي اللندنية نقرأ بأن البحرية الفرنسية تستعد لمواجهة تركيا في قبرص، حيث أنه في أعقاب قمة مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي الواقعة على حدود البحر المتوسط الشهر الماضي. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف ما وصفه بالتنقيب غير القانوني عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص، وتعهد ماكرون بألا يتهاون الاتحاد الأوروبي في هذه القضية. ولقوات فرنسية بحرية تواجد دائم شرقي المتوسط، وقد تزايد اهتمامها بقبرص في الآونة الأخيرة، ولدى فرنسا أكبر قوات مسلحة في أوروبا وثاني أقوى قوات مسلحة في حلف شمال الأطلسي. وخلال زيارة إلى تيقوسيا في شهر يناير الماضي، تحدث ماكرون عن أهمية قبرص كميناء لقوة المهام البحرية التي تشكلت حول حاملة الطائرات شارل ديغول. وزارت قوة مهام شارل ديغول ميناء ليماسول القبرصي بعد ذلك بشهرين. القدس العربية عنونت أمريكا تستبعد تركيا من برنامج الطائرات F-35 بعد شرائها صواريخ روسية، حيث قالت الولايات المتحدة إنها ستستبعد تركيا من برنامج المقاتلات F-35 في خطوة متوقعة لطالما هددت بها واشنطن، بعدما بدأت أنقرة في تسلم نظام دفاع صاروخي روسي متطور الأسبوع الماضي. كانت الأجزاء الأولى من منظومة S-400 للدفاع الجوي قد وصلت إلى قاعدة مرتد الجوية شمال غرب أنقرة يوم الجمعة، تنفيذا لصفقة مع روسيا سعت الولايات المتحدة على مدى شهور لمنعها. وقال إيلين لورد وكيلة وزير الدفاع لعمليات الشراء في إفادة صحفية يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة وشركائها في برنامج الطائرات F-35 متفقون في قرار تعليق مشاركة تركيا في البرنامج وبدء عملية لاستيعادها رسميا منها. وقالت وزارة الخارجية التركية إن الخطوة جائرة وقد تؤثر على العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي. والآن إلى فقرة المقال وما حاز اهتمام الصحف من آراء للكتاب. يقول الكاتب أيهم الطاها في مقال له حول القرار التركي الأخير حول إجبار اللاجئين السوريين على مغادرة تركيا بعد أن تم استخدامهم كورقة سياسية في فترة حرجة من تاريخ المنطقة وأثناء اندلاع نزاع قاسي مستمر في بلادهم، وبعد الانتهاء من هذه الورقة واستنزافها كان لابد من إلقائها بعيدا. لنتابع. انقضت تلك الفترة التي كان السوريون يحسون فيها بالأمان في بلدان لجوئهم المحيطة بسوريا، تركيا، لبنان والأردن، وحيث تغيرت أغلب المعطيات في المنطقة سياسيا وعسكريا، فلا أنصار ولا مهاجرون ولا ما يحزنون، وبقيت حقيبة السفر والقلق مما سيحمله الغد. لا شك أن أغلب السوريين يرغبون في العودة إلى وطنهم الأصلي في حال توفر الظروف المناسبة لذلك، لكنهم حتى اليوم لا يشعرون بتوفر الأمان الكافي لهذه العودة في ظل نزاع مستمر داخل سوريا. تحمل القرارات التركية بخصوص السوريين الكثير من التقلب،
وأحيانا التخبط بسبب الظروف الداخلية التركية والتغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في بلد أصبح فيه التوتر شيء ملحوظ بين الناس، والقلق حول صوابية قيادتهم وابتعاد الرؤية في قمة الهرم عنها في قواعده وبين المشاركين في الحكم أنفسهم. وهذا ما عكسته نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة في مدن رئيسية مثل أنقرة وإسطنبول أزمير التي أوضحت تغير الخارطة السياسية ووجود تململ شعبي من السياسة المتبعة ومن ارتفاع معدلات البطالة وحالة جزئية من الكساد، وأيضا اختلافات داخل الحزب الحاكم ذاته دفعت بعض أعضائه للاستقالة. ووسط قرارات متزايدة تضيق الخناق على تحركاتهم وحياتهم وتقييد نشاطاتهم وتجعلهم أكثر طواعية وخضوع لنظام جديد عليهم وتجبرهم على تحمل العديد من التوترات والإهانات ومواجهة العنصرية والكراهية المتزايدة بحقهم بعد أن تم استخدامهم كورقة سياسية في فترة حرجة من تاريخ المنطقة وأثناء اندلاع نزاع قاس مستمر في بلادهم. وبعد الانتهاء من هذه الورقة واستنزافها كان لابد من إلقائها بعيدا مع الحفاظ على جزء منها دون النظر إلى التبعات ذلك إنسانيا على أقل تقدير، خاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة والضعيفة اجتماعيا واقتصاديا. ويا حسرة الحياة وذل الحرب والغربة حين يجد أبناء سوريا التي تحملت الكثير من موجات اللجوء خلال تاريخها يجدون أنفسهم مشردين ومحاصرين بالعنصرية والكراهية والخوف دون أي ذنب منهم لتحرقهم مرة أخرى بعد أن أحرقتهم نيران الحرب في وطنهم. الكاتب عبد الرحمن الراشد يقول بأن إيران تخشى من التورط في حرب غير محسوبة مع إسرائيل التي قد ترد بعنف بأسلحة غير تقليدية في حال أمطرت إيران مدنها بهجمات صواريخ واسعة، ولهذا قد يكون الخليج الهدف الأقرب. لنتابع. خلال الأسابيع القليلة الماضية نشطت الدبلوماسية الدولية تسعى لمنع قيام معركة على ضفتي الخليج، ورغم هذا الجهد يتزايد عدد القطع البحرية العسكرية من الجانبين المستعدة للقتال. لا نريدها أن تصدر النفط، وفي الوقت نفسه لا نريد حربا، معادلة صعبة، والأصعب ضمان استمرارها عاما ونصف العام حتى يحين موعد الانتخابات الأمريكية وحسم الرئاسة باستمرار دونالد ترامب في البيت الأبيض صاحب المشروع، أو حتى يتبين الخلف وما هي سياسته. خلال هذه الفترة الفاصلة إلى موعد الانتخابات هناك مخاطر محتملة، فإيران ستستمر في التصعيد والعدوان في المناطق المحيطة بالخليج واستهداف مصالح أمريكية أو خليجية خارج حدودها عبر وكلاء طهران من ميليشياتها في المنطقة. والتحدي القائم والأخطر هو رفعها نسبة التخصيب، وسيعطي الاعتراف الإيراني بذلك لإسرائيل حجة مشروعة لقصفها خلال الأشهر المقبلة. وفي حال وقوع الهجوم الإسرائيلي ستكون ردود فعل إيران عسكرية، لكن في أي اتجاه؟ إيران تخشى من التورط في حرب غير محسوبة مع إسرائيل التي قد ترد بعنف وبأسلحة غير تقليدية في حال أمطرت إيران مدنها بهجمات صواريخ واسعة، ولهذا قد يكون الخليج الهدف الأقرب، والأرجح أنها ستدفع حزب الله في لبنان إلى مهاجمة إسرائيل وتوسيع دائرة الأزمة. ماذا عن الحصار الاقتصادي الذي تعتبره إيران بمثابة إعلان حرب عليها؟ الحكومة الأمريكية من الناحية النظرية لم تمنع إيران من بيع نفطها، أي أنها لا تمنع ناقلات النفط من أن تملأ صهاريجها وتغادر ميناء بندر عباس وتبيعه لمن تشاء. ليس ممنوعا أن تبيعه، بل الممنوع هو أن تشتريه دول وشركات لها مصالح مع الولايات المتحدة، وإن فعلت ستمتنع أمريكا عن المتاجرة معها عقابا. هنا يفترض أن تدرك إيران قوة خصومها ونفوذهم، وعليها أن تقبل وتتخلى عن سياستها العدوانية. فلا أحد ينوي شن حرب على إيران، لكن هل بمقدور إيران الصبر وعدم شن حرب لوقف عملية الخنق التي تتعرض لها؟ لا يبدو أن قادة النظام في طهران قد حسموا أمرهم بعد بشكل نهائي. نراهم يختبرون جملة من الخطوات من تلغيم ناقلات النفط في ظلام الليل وشن حملات إعلامية تخويفية وفتح باب التفاوض مع فرنسا على الاتفاق النووي. إلى أخبارنا المنوعة والطريفة.
يعمل مسؤولون في البلاط الملكي البريطاني على إحصاء البجعة الذي تعود ملكيته للملكة إليزابيث في تقليد سنوي عمره 800 عام. لنشاهد. هؤلاء المسؤولون في البلاط الملكي البريطاني الذين يرتدون زيا أحمر يجوبون نهر التيمز على متن قوارب في إطار تقليد سنوي عمره 800 عام لإحصاء البجع الذي تعود ملكيته للملكة إليزابيث، وستجوب فرق على متن قوارب قديمة الطراز قطاعا من النهر على مدى الأيام المقبلة لإجراء الإحصاء السنوي للطيور، وستهتف عندما تعثر على بجعة تسبح مع أسرتها، وسيتم بعد ذلك إحصاء البجع وصغاره ووزنه وتفقد أجسامه بحثا عن أي جروح. ويعود تاريخ المراسم إلى القرن الثاني عشر عندما أعلن التاج البريطاني للمرة الأولى ملكيته لكل البجع الأخرس ذي الأعناق الطويلة المنحنية والمناقير البرتقالية والريش الأبيض، والذي اعتبر طعاما شهيا يقدم في الحفلات، لكن البريطانيين توقفوا عن أكل البجع الذي أصبح القانون يحميه، وأصبحت مراسم إحصاء البجع تعنى أكثر بالحفاظ على الحياة البرية. وقال ديفيد باربر المسؤول عن إحصاء البجع الملكي: إن هناك عددا كبيرا من البجع الذي ينفق أو تدمر أعشاشه نتيجة لهجمات الكلاب، مما استدعى مناشدات لأصحاب الكلاب بالسيطرة على سلوك حيواناتهم الأليفة. وتحتفظ الملكة بحق ملكية كل البجع الأخرس الذي لم توضع عليه علامات ويسبح في المياه المفتوحة، ولكن تتعلق هذه الملكية أساساً بقطاعات معينة من نهر التيمز. وبدأت فرق إحصاء البجع عملها في سامبري بغرب لندن، وستنتهي عند جسر أبينغدون في أكسفوردشير إلى الغرب من العاصمة يوم الجمعة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لرد فعل قط أثناء مشاهدته مقطعا من أفلام رعب، وكان للقط رد فعل يشبه ردود أفعال البشر عندما يحضرون أفلام الرعب. لنشاهد. والآن إلى فقرة الكاريكاتير. نهاية الجولة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.